جايبه الهدي. أبو زيد في أسطول الحرية الثالث الذي لم يكتب له الوصول إلى شاطئ غزة، ولكن كتب له أن يحرك القضية من جديد، أن يحرك سواكنها الراكدة، أن يذكر الصهاينة أن إخواننا في غزة ليسوا وحدهم، أن العالم الإسلامي معهم، أن شرفاء العالم معهم من أحرار أوروبا وأمريكا، أن أسطول الحرية الثالث ستليه كما سبقت أساطيل، وإن شاء الله يوما ما سوف تصل هذه الأساطيل أن تكسر هذا الحصار الظالم الجائر مع الفلسطينيين كل الشرفاء ومع الصهاينة كل الظلمة الأقوياء، لكن الله سبحانه وتعالى أقوى وأعز. باسم القضية الفلسطينية، باسم القدس، باسم الأقصى، باسم غزة العزة المحاصرة المظلومة، باسم المقاومة الصامدة، وباسم الشعب الفلسطيني شيوخه ونسائه وأطفاله الراكعين السجد في هذا الشهر المبارك، أتقدم بجزيل الشكر لكل هؤلاء الحاضرين ولمن ينوبون عنهم من مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الجمعوية والدعوية والسياسية والتنظيمية والنضالية التي تجمعها قضية فلسطين. فلسطين تجمعنا وغيرها قد يفرقنا، فلسطين تقوينا وغيرها قد يضعفنا، فلسطين تخلصنا من أنانياتنا ومن خصوصياتنا ومن غفلتنا، وغيرها قد لا ينجح في ذلك. أبلغكم سلام رياح غزة وهواء غزة ونسيم غزة ومياه غزة، وإن لم يكتب لي أن أبلغكم سلام شواطئ غزة برمالها بأبنائها بمجاهديها بضعفائها الذين يدعون بالليل والنهار على أعدائهم الظالمين. السلام عليكم.